أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن انعقاد الائتلاف الوطني الجنوبي في محافظة عدن. إذن بحضور مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وقيادات من الحراك الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، عقد الائتلاف الوطني الجنوبي اجتماعه الأول. الائتلاف أكد في بيان له أنه يرفض أي محاولات للعبث بالهوية الوطنية وتزييف الوعي الوطني ومحاولة نسج هوية لا تستند لأي رتن تاريخي. وأكد الائتلاف أن مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها مثلت حلا معقولا للكثير من مشاكل البلاد ووضعت القضية الجنوبية في صلب مخرجاته. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهداف انعقاد الائتلاف الجنوبي في عدن ومستقبل المشهد الجنوبي، وهل هو التعبير الأفضل للقضية الجنوبية؟ ائتلاف جنوبي عريض يرى النور أخيرا بعد مسيرة من التحضير والإعداد تخللتها بعض التحديات المرتبطة بالفيتو الإماراتي المحكوم بمخاوف التراجع المحتمل في نفوذ المجلس الانتقالي الذي أسسته أبو ظبي في الرابع من مايو عام 2017. المفاجأة التي تحققت اليوم هو نجاح الائتلاف الوطني الجنوبي في عقد دورة أعماله الأولى في العاصمة المؤقتة عدن بعد نحو شهرين من تعثر انعقاده بالعاصمة المصرية القاهرة. ناقش الائتلاف جدول أعمال حافل بالقضايا كان أبرزها الوقوف على الرؤية السياسية والحقوقية واللائحة الداخلية وانتخاب رئاسة الائتلاف التي ضمت 23 شخصية جنوبية بارزة يتقدمهم نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادية أحمد صالح العيسي ووزير النقل صالح الجبواني ونايف صالح البكري. الائتلاف اعتمد بيانا ختاميا لدورة انعقاده التأسيسية هذه حذر فيها من استمرار محاولات العبث بالهوية الوطنية وتزييف الوعي الوطني لخلق صورة مشوهة في ذهن الجماهير بأن الشعب في جنوب الوطن اليمني هو شعب أبتر فاقد الهوية، واعتبرها تجاوزا فجا لكل حقائق التاريخ ومسلمات الواقع. ووفقا للبيان فقد وقف الائتلاف الوطني الجنوبي بقلق أمام الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن من تدهور مريع للأمن ومن اعتداء على كرامة الإنسان خارج إطار القانون ومن بسط على الأراضي والعبث بالمخطط العمراني والسيطرة على الممتلكات العامة وتعطيل مؤسسات الدولة والتعدي عليها والانهيار المريع في الخدمات في نهج تدميري يستهدف مدينة السلام والصمود. وأكد أن العمل خارج مؤسسات الدولة وإنشاء كيانات وتشكيلات مسلحة خارج إطارها هو تفخيخ وتلغيم للجنوب. وأكد الائتلاف أيضا انفتاحه على كل المكونات والقوى الوطنية الجنوبية بعيدا عن دعاوى الاحتكار والاستئثار ورفض كل شعارات التخوين والتطرف، معلنا مد يده لكل الشركاء واحترام الآخر. الائتلاف في مقابل الانتقالي مواجهة يراها المراقبون حلقة أخرى من الصراع الخفي القائم بين قطبي التدخل العسكري في اليمن الرياض وأبو ظبي بانتظار الخطوة التالية التي ستعكس حجم التعقيد في المشهد الجنوبي بعد أن تمكن تيار مناهض للانفصال من عقد مؤتمره الأول في العاصمة المؤقتة عدن. أبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن وزير النقل وعضو الائتلاف الجنوبي دكتور صالح الجبواني. أهلا بك دكتور صالح. اهلا وسهلا دكتور. بدايه، ما هي اهداف انعقاد هذا الائتلاف في عدن اليوم؟ انعقاد الائتلاف في عدن جاء ليؤكد على حقيقه انه الساحه الجنوبيه فيها من الشرفاء والمناضلين والمكافحين من اجل دوله اتحاديه يمنيه كما اقر مؤتمر الحوار الوطني. هم كثر. مشروع الحوار الوطني، مشروع الرئيس هادي، لم يوجد له في المرحلة السابقة تيار سياسي في الجنوب يحمل هذه الرؤية بين الناس في المديريات في المحافظات على المستوى العام. ونحن بإشهار الائتلاف الوطني الجنوبي نقول انه هناك غالبيه جنوبيه مع مخرجات مشروع الحوار، مع الدوله الاتحاديه باقاليمها السته، مع دوله مدنيه ديمقراطيه لعموم الوطن اليمني تتبادل فيها السلطه بالانتخابات. نحن نرفض الكيانات المسلحه خارج اطار الدوله ونعتبرها تفخيخ للجنوب وللبلد بشكل عام.
نحن نعتبر أن الاستقطاب الحاصل حاليا لأطراف سياسية خارج الهوية اليمنية خارج ما تعارف عليه الجنوبيون من المطالبة بحقوقهم وحل قضيتهم عبر الانضواء تحت أطر أو أحلاف أو لا يعني ممكن نسميها خارجية، فهذا أمر مرفوض. نحن أبناء هذا الوطن، نحن من يصنع حاضره ونحن من يصنع مستقبله، فلا مجال إلا أن يقوم هذا الائتلاف ويتشكل كما تشكل اليوم ليحمل هذه الرؤية، يحمل مخرجات الحوار ويدعم مشروع الرئيس هادي، يدعم الشرعية اليمنية، يدعم مرجعيات التي هي قرارات مجلس الأمن الدولي، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. طيب سأعود لك دكتور صالح. نعم سأعود لك دكتور صالح ونشرك معنا أيضا بالنقاش من عدن منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بك أستاذ منصور. أهلا وسهلا. بداية، كيف تنظر إلى ما شهدته اليوم العاصمة المؤقتة عدن من عقد لأولى جلسات الائتلاف الوطني الجنوبي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا مجال لأن نقول أنه ولا جديد أن نقول أنه بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي وكل المكونات الجنوبية الحية على الساحة، وأنا هنا أتحدث عن المكونات الحقيقية الموجودة على الساحة الجنوبية، بأنها ترحب بأي جهد جنوبي يمكن أن يصب في خدمة القضية الجنوبية، و ترحب بأي قوة قادرة فعلا على أن تكون جزءا من الرافعة التي تحمل هم القضية الجنوبية، وأؤكد هنا أن يكون حملا حقيقيا لهذه القضية وحملا أمينا. لكن للأسف يبدو أننا اليوم ونحن أمام الإخوة الذين عقدوا في قاعة الفخامة للأعراس مؤتمرهم، أنه نحن أمام كيان لا يبدو أن له هوية واضحة. أستغرب ولا أفهم، وأتمنى من أخي الوزير قبواني أن أفهم منه كيف أن يكون 23 مسؤولا ووزيرا ووكيلا وقائدا عسكريا مع حراساتهم وهم أساسا منضوون في إطار الشرعية، أن يشكلوا كيانا يدعم الشرعية. في كل العالم متعارف أنه الحكومات الأحزاب والمكونات هي من تسعى أن تحصل على دعم السلطة التي تسمى في الحالة اليمنية الشرعية، لا أن تكون هي داعمة للشرعية. إذا كانت هذه الشرعية تبحث عن شعب يدعمها ويساندها فهي لا تستحق البقاء ولا ينتظر منها شيئا. أيضا كنا نتمنى طالما والإخوة جميعهم وزراء ومسؤولون في الشرعية وقيادات حزبية بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح إضافة إلى بعض الشخصيات النافذة التي تدين بالولاء للأخ الشيخ أحمد العيسي أن تخدم الشرعية من كونها في إطار مهامها، مثلا أن يكون الأخ القبواني أن يقدم خدمات للشرعية وللرئيس هادي في إطار الاهتمام بمؤسسات وزارة النقل البري، هو يدير طيران اليمنية التي لم تعد تملك سوى طائرة واحدة، هو يدير السفن والبواخر اليمنية التي لا تتحرك ولا تعمل، هو يدير مؤسسة النقل البري. طيب هذه التساؤلات أنقلها أستاذ منصور للوزير الدكتور صالح الجبواني، وسأعود لأسألك ما الذي يمنع الائتلاف الوطني الجنوبي أن يكون اليوم حامل للقضية الجنوبية إلى جانب المكونات الأخرى؟ مع الوزير استمعت إلى حديث الأخ منصور نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي أنه لا هوية واضحة اليوم لهذا الائتلاف الذي عقد اليوم في الجنوب، ويستنكر أن يكون وزراء ومسؤول هم الحاضرون وهم أيضا من يمثلون هذا الائتلاف ويتحدثون عن دعم للشرعية. تفضل. أنا لم أتابع ما قال الأخ منصور، لم أسمعه جيدا، ولكن أود أن أقول أنه الائتلاف الوطني الجنوبي يأتي اليوم لكي ينظم الجهد الشعبي والجهد
تجهد كل المكونات المهنية النقابية التعليمية الطلابية الشبابية المرأة التي تدعم مخرجات الحوار الوطني. نحن من أنصار الدولة الاتحادية سواء كنا مسؤولين أو كنا مواطنين، ولذلك مخرجات الحوار الوطني في الساحة الجنوبية تحتاج إلى من يحملها، من يحمل هذا المشروع. أنت تعرف الحرب التي تشن على الأحزاب السياسية في الساحة الجنوبية حرب شعواء، لم تعد الأحزاب السياسية تشتغل كما يجب عليها أن تشتغل. تم الهجوم على الأحزاب الأخرى، في حملة لتكميم الأفواه، في حملة لإرهاب الناس. طبعا من يقوم بها هم الأخوة فيما يسمى بالانتقالي. وحينما بدأت الحاضنة الشعبية لهم بالانخفاض بدأت تتآكل، بدأوا يهددون باستخدام أذرعهم الميليشياوية. نحن نقول نحن ائتلاف مدني نعتمد على الشعب، ومن الشعب الحضور الرسمي اليوم هو حضور بفعل أن الشرعية هي صاحبة المشروع بالفعل. طيب ما أنك أشرت إلى الحاضنة الشعبية معالي الوزير، اليوم هذا الائتلاف الوطني الجنوبي من أي مكونات فاعلة في الأراضي الجنوبية؟ هو مكون، وما هي حجم الحاضنة الشعبية التي تدعم وتقف خلف هذا الائتلاف الوطني الجنوبي حتى يكون له دور فعال على الساحة وفي الميدان؟ الائتلاف الوطني الجنوبي مكون من كل الأحزاب السياسية العاملة على الساحة، المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، المتجمع اليمني للإصلاح، أحزاب البعث والناصريين، والتجمعات المدنية في عدن، الهيئات الشبابية، وقوى الحراك الجنوبي المختلفة. هذه القوى كلها تجمعت في هذا الائتلاف لكي تنسق عملها وتنظم عملها، بدل أن يكون عمل مجزأ وعمل فئوي هنا أو هناك أو عمل نخبوي هنا أو هناك. العمل الآن يصير بشكل جماعي في إطار هذا الائتلاف في المديريات في المحافظات وعلى المستوى الأعلى. أنصار الدولة الاتحادية وأنصار مشروع الحوار الوطني هم كثر في الجنوب وليس كما يتخيل الأخوان في ما يسمى بالانتقالي. سأعود لك دكتور صالح. في الأخير بنقول لهم سنحتكم للشعب، سنعود للشعب الجنوبي. نحن نرفض الميليشيات والتهديد بالميليشيات، نرفض أيضا حتى استخدام الجيوش الرسمية والأمن الرسمي في التدخل في العمل السياسي بالتهديد وبالوعيد. لا، نحن نرجع للشعب، وهذا الشعب نعطيه الاختيار وهو من يقرر في الأخير. طيب يقرر مشروعنا أهلا وسهلا، يأخذ مشروعهم نحن نتحداهم وسننزل للميدان. طيب سأعود لك أستاذ منصور. إذا استمعت إلى حديث الدكتور صالح الجبواني، هذا الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم يتكون من عدة مكونات سياسية فعالة وموجودة على الساحة السياسية اليمنية وتحديدا في الجنوب، استمعت للأحزاب التي سردها معالي الوزير، ما الذي يمنع اليوم هذا الائتلاف الوطني الجنوبي أن يكون ضمن الحاملين للقضية الجنوبية اليوم؟ ما يمنع انه اساسا كل ما يقال عنه غير صحيح يعني، وهذه البروباغندا التي حاولوا ان يصنعوها حول الائتلاف ثبت فشلها. هو بدا حقيقه باسماء كبيره كان الناس ربما رغم انهم كانوا يعترضون عليه كثيرا في الشارع الجنوبي، لكنهم كانوا يعتقدون انه يمكن ان تحدث فارقا معينا. حينما بدا هذا الائتلاف يطرح اسماء ذات ثقل كبير من باب اسم المناضل الكبير محمد علي احمد، المناضل احمد مساعد حسين، وحتى حيدر العطاس كان يطرح اسمه، لكن حين كان ذلك في القاهره. لكن حين تبينت الامور في فندق جراند حياه ان المساله كانت تدار من حزب الاصلاح، وان هناك قوى شماليه كانت في اطار اللجنه التحضيريه واسماءها موجوده وكانت هي من تسعى للتحضير لهذا المؤتمر، انفضت كل الاسماء وانسحبت حين ذاك، وبقت بعض الاسماء.
ظلوا لايام عديده ردهات انتم بلاد الحياه يحاولون يعقدون مؤتمرهم، وكان هناك صراع شديد في انه معظم الاسماء كانت ترفض حتى فكره طرح اسم الائتلاف الجنوبي الا من باب المناوره باسم الجنوب وللاتفاق على القضيه الجنوبيه. طيب بناء على اي معلومات استاذ صالح انت الان تقول ان هذه الاسماء التي كان يقال انها ستكون حاضره ضمن هذا الائتلاف الوطني الجنوبي انها لم تعد مشاركه فيه؟ فعلا انا اتكلم يمكن العوده للبيان الاول لعقد المؤتمر والاسماء التي كانوا يتحدثون هنا مؤلفه لهذا او مؤسسه لهذا الائتلاف. النسخه الثانيه بدات باسماء اخرى ايضا تساقطت او 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 او, أو تكشفت لها الحقيقه فانسحبت، ومن بينهم الاخ المناضل اديب العيسي والاخ ابو مشعل الكاظمي الذي كان مستعد اليوم ان يمنع هذا الائتلاف منع انعقاد هذا الائتلاف بالقوه، ولولا توجيهات الاخ وزير الداخليه بسحب قواته التي كانت تريد منع الائتلاف باعتبار ائتلاف اخواني يديره حزب التجمع الامني الاصلاح وهدفه الاتفاق على القضيه الجنوبيه. المؤسف انه اننا امام هذا الائتلاف انه طيب. ينعقد في يوم مشؤوم، معذره اخي سامي، ينعقد بطريقه مستفزه جدا للشارع الجنوبي، ويذكرنا بحالة الاستفزاز التي كانت تمارس ضد الجنوبيين حينما يتم عقد في نفس يوم السابع طيب. والعشرين. نتناقش في هذه النقطة أستاذ منصور صالح. طيب اسمح لي نتناقش في هذه النقطة نتناقش في هذه النقطة. في بداية حديثك قلت إذا كان هناك من أي مكون جنوبي اليوم يريد أن يمارس عمل سياسي في الجنوب مرحب به، ذكرت ذلك أنت في بداية حديثك. ما الذي يمنع اليوم أن يكون هذا الائتلاف الوطني الجنوبي مهما كانت مكوناته من أن يمارس عمل سياسي وسلمي في الجنوب؟ ما الذي يمنع أن يكون هناك جلسات وأن يعقد اجتماع له داخل عدن؟ لا شيء يمنع، ولم يقف احد في وجوههم، وكانت ربما هذه حسنه ايجابيه انها كشفت الحجم الحقيقي لهذا الائتلاف الذي ان عدنا للصور سنجد انه كان يتكون من اخوه عبد الله الاملس وزير التربيه والتعليم وحراسته الاخ طارق القبواني وحراسته الاخ احمد الميسري وحراسته الاخوه الباقي المسؤولين ومرافقيهم، هم هؤلاء كل من كانوا في القاعه، وحتى اجمالي الاسماء التي تحدثوا عنها في البيان 23 اسما اغلبهم لم يحضروا في هذا الاجتماع. نحن ليست لدينا اشكاليه مع هذا الائتلاف، ونعتبره كانه لم يكن او انه ولد ميتا، واشكاليته اساسا هي مع الاعضاء الذين كان يعتقد انهم مؤسسين له من اختلفوا مع الائتلاف هذا اليوم. ليس المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا الائتلاف بالنسبه للمجلس الانتقالي الجنوبي لا يشكل رقما يستحق الالتفات اليه رغم ترحيبه باي جهد جنوبي يمكن ان يكون مؤازر في حمل القضيه الجنوبيه. طيب ما ردك استاذ منصور على النقطه التي تتحدث ان التخوفات ومحاوله منع انعقاد هذا المؤتمر سواء في الخارج او في الداخل هو الخوف من ان يسحب هذا الائتلاف الوطني البساط من المجلس الانتقالي الجنوبي كمتحدث وحيد باسم القضيه الجنوبيه؟ لا خوف اطلاقا، وهذا الائتلاف كما اشرت لم يستطع حتى تجميع اعضاء الذي كان يتحدث انهم يشكلونه في البدايه. هؤلاء اليوم باستثناء اربعه او خمسه وزراء ومرافقيهم، وحتى الاسماء التي ذكرت لم تحضر، الاخ نايف البكري والاخ احمد العيسي ومجموعات ذكرت هي لم تحضر. المشكله انه هذا الائتلاف كما اشرنا لا هويه له، لا خطه واضحه له، يتحدثون انهم مع الشعب الجنوبي ومع قياده الشارع الجنوبي، ثم يكتب الاخ طارق القبواني والان يتحدث ويقول نحن نحمل مشروع ست الاقاليم. مشروع ست الاقاليم هذه الكذبه الذي نتمنى ان يفيق منها الاخوه في الحكومه، وهم يتحدثون عن الست الاقاليم وقواتهم تسلم كل الاقاليم الاخرى الموجوده في الشمال الحوثي، هل يستطيعون ان يطبقوا الست الاقاليم او الاربعه الاقاليم الموجوده في الشمال؟ هل يستطيعون اساسا ان يعودوا الى صنعاء؟ هل يستطيعون اساسا ان يخوضوا معركه حقيقيه ضد الحوثي؟ هم في الاساس الان في محاوله لبيع الوهم لانفسهم وللاخرين، الحديث عن الاقاليم، الحديث عن طيب. عن الدوله الاتحاديه اصبحت مدعاة للسخريه لك. طيب اعود للدكتور صالح الجبواني. دكتور صالح الجبواني، اذا من حيث ما انتهى اليه الاستاذ منصور، الائتلاف الوطني الجنوبي يبيع الوهم للجنوبيين ولا رؤيه واضحه لديه ولا يستطيع ان يقدم شيء، وانه اعلن عن اسماء وشخصيات ستكون ضمن هذا الائتلاف الوطني، حيدر العطاس، احمد مساعد حسين، محمد علي احمد واخرون، لكنهم لم يشاركوا في الجلسات او في الجلسه التي كانت اليوم، ولم يذكروا في بيان، ولم يصدر اي موقف منهم يؤيد ويدعم ما حدث اليوم في عدن.
الائتلاف الوطني الجنوبي هم أناس جنوبيون يمنيون، قرارهم في رؤوسهم وليس عبيد لأحد كما هو حال منصور ورفاقه في ما يسمى بالانتقالي. نحن أهل البلد، نحن قرارنا في رؤوسنا، شكلنا الائتلاف الوطني الجنوبي ولو خمسة نفر يشكلوه ثم سيمتد. الحزب الشيوعي الصيني شكله ماو تسي تونغ أربع أشخاص في أصبح حاكما إلى اليوم. هم الأخ منصور وأنا أتابع بعض مقابلاته دائما يمني نفسه بالوهم أنهم هم الجنوبيين، هم حامل القضية وهم الحق والآخرين ولا كأن وجود لهم. هذا هو الوهم بعينه. نحن موجودين، مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الحوار الوطني له قواعد عريضة جدا في الجنوب، في البهرة كلها معاه، وحضرموت مدن نقول 90% معاه، وشبوة كذلك 90%، أبين عدن نفس الموضوع. ليس الأخ منصور من هو يؤيد الميليشيات التي أصبحت تنهب وتسلب الناس حقوقهم وممتلكاتهم في عدن؟ للأسف هم من يناظرون بأنفسهم، يعطون صورة مشوهة لأنفسهم بين أوساط الناس. طيب دكتور صالح، هو عندما ربط نقطة بيع الوهم اليوم من الائتلاف الوطني الجنوبي والشرعية فيما يتعلق بالأقاليم الستة ومشروع الدولة الاتحادية، يقول هل الدولة والسلطة الشرعية اليوم وهل أنتم ممثلي الحكومة قادرين على فرض مشروع الدولة الاتحادية أولا في مناطق الشمال والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اليوم حتى تتحدثوا عن الجنوب؟ في الشمال الحرب دائرة والقتال مستمر، والحرب بالتأكيد تحكمها عوامل وظروف يطول شرحها. نحن لن نفرض شيء ولكن سنعود إلى الشعب، هم يريدون أن يفرضوا. نحن لن نفرض شيء، سنعود إلى الناس ونقول لهم هذا هو المشروع الذي بين أيدينا، هو مشروعكم ومشروع مستقبلكم. تريدونه أم تريدون مشاريع أخرى؟ مشاريع التفتيت والتقسيم. للأسف ما يسمى بالمجلس الانتقالي أصبح اليوم مظلة للتفتيت داخل الجنوب نفسه. إذا كان الأخ منصور لا يعلم، فهناك مشاريع من المهرة إلى باب المندب، وكل محافظة فيها مشاريع وفيها تشكيلات عسكرية قبلية ومناطقية لتثبت التفتيت وتقوم عليه. لا يعتقد أنه ما يجري يصب في مصلحة الجنوب أو الدولة. طيب دكتور صالح، للمرة الثانية تشير في هذه الحلقة أنكم ستعودون للشارع للحكم والحكم والفصل بين من يؤيد الائتلاف الوطني الجنوبي أو المجلس الانتقالي الجنوبي. من خلال أي أدوات سيتم العودة للشارع وفي أي توقيت؟ هو بالتأكيد نحن في هذه المرحلة نحن نشتغل بين الناس وسنظل بين الناس. نحن نعيش معهم ونعيش همومهم وآلامهم، ونحاول أن نساعدهم نحن كحكومة أو سنكون أعضاء في الائتلاف بين أوساط الناس في العمل السياسي. سيأتي يوما نعود فيه كلانا إلى الشعب، نحن وهم. ستأتي اللحظة التي نعود إلى الشعب ونسأله في استفتاء ونقول لهم هذا مشروعنا، وهم بل يقدموا مشاريعهم. وأؤكد لك أن الشعب الجنوبي قد وصل إلى النقطة الحرجة مع هذا الجنان، مع هذه الجنوب اليوم مفتت ومقسم بين 70 جيش، بين 70 ميليشيا. إلى أين يأخذونا؟ طيب، وهنا السؤال، هل السلطة الشرعية التي لم تستطع حتى الآن الحفاظ على وحدة المجتمع وإلغاء هذه الميليشيات، هل هي قادرة على السير نحو تنظيم انتخابات كما تقول والعودة إلى صنعاء والإسقاط الانقلاب؟ هذا أمر يجب أن يفكروا فيه جيدا، وسيتحملوا مسؤولية ما الدور الذي يلعبونه. طيب أستاذ منصور صالح، في الوقت الذي تقول فيه أن الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم يبيع الوهم للناس، الدكتور صالح الجبواني عضو الائتلاف يتحدث عن أهمية العودة للشارع وأن الشارع هو من يملك الكلمة لتحديد من يدعم ومن يؤيد ومن يعبر عن قضيته ومشروعه.
الله يستر علينا من شارع صالح القبواني. عموما اخي سامي، اولا انا اعاتب اخي صالح القبواني، وانا لا اتعامل معه كوزير بقدر ما اتعامل معه كاخ. اقول له انه عليه ان يبتعد عن استخدام كلمه عبيد، لانها لا تليق بمقامه كانسان حر كما يدعي، ولا تليق بمقامه كوزير، وان يدرك اننا نستطيع ان نرد عليه باللفظ الذي يمكن. طيب دعنا نتناقش في موضوع الحلقه بدل من النقاش وسجال الشخصي. اذا لا لا، هو تجاوز الحدود في الحديث عندما يعتبر الاحرار والرجال الذين يحموا الجنوب ويحموا وزارته في داخل عدن ويسميهم بالعبيد. على ان يدرك ان الامارات هذه التي يصف الناس بانهم عبيد لها، بانها هي من تبني بلد المطار التي يخضع لوزارته، وانها هي من اوصلت 60 باصا دعم لهيئه النقل البري موجوده اليوم في حوش وزارته، وبيعها موظفوه قطاع غيار بالقرده. المساله ينبغي ان نتحدث بالعقل. هذا الكيان الذي يتحدث عنه صالح القبواني بانه يملك الشعب، بانه يملك اراده العوده، حق العوده للشعب، هو كيان اخواني، وهذا امر مفروغ منه. وكنا نتمنى ان كان فعلا ينتمي لهذا الشعب ان يكون موقفهم اليوم مساندا للقوات التي تقاتل على الحدود، والشباب الذين يضحون في مواجهه ميليشيات الحوثي، بينما هم عادوا الى الداخل في محاوله لخلق. لكن استاذ منصور، قد تحسب هذه ايجابيه للدكتور صالح وللائتلاف الوطني انهم يتحدثون عن عمل سياسي من خلال ادوات سياسيه، العوده للشعب وممارسه العمل السياسي من اوساط الناس، لا الحديث عن استقواء بكيانات مسلحه وميليشيا مسلحه. بالعكس، هو المساله هو محاوله لاظهار وكانه هناك قوى حقيقيه منافسه للمجلس الانتقالي الجنوبي على الشارع، وهذا امر غير وارد. ورغم ترحيبنا وترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي بأي قوة يمكن أن تكون لها حضور وتأثير وأن تكون حاملة حقيقية للقضية الجنوبية وليس متآمرة عليها وتريد عودتها إلى العودة بالجنوب إلى باب اليمن، ولا تسليمها للدولة اليمنية وإنما تسليمها للحوثي. حكومة الشرعية والتي الأخ صالح القبواني وزير فيها هي اليوم تسلم كل المعسكرات الخاضعة لها للحوثي، سلمتها في البيضاء وسلمتها في 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 حدود الطالع، وهم خلال هذا اللقاء سواء قصدوا او لم يقصدوا انما حاولوا وضع حاله من البلبله في اطار العاصمه عدن في اثاره نوع من القلاقل والقلق. طيب سؤال اخير استاذ منصور، لم يعد لدينا الكثير من الوقت، تبقى دقيقتين، دقيقه بدقيقه استاذ منصور، برايك الى اي حد هذا الائتلاف سيعمل على فكفكه الاوضاع اكثر في الجنوب او سيعقد المشهد الجنوبي اكثر؟ لا، هو بالنسبه لنا كنا نتمنى ان يكون فعلا ائتلاف جنوبي يضاف الى المؤسسات والمكونات الجنوبيه الفاعله التي تقدم القضيه الجنوبيه، لكن نحن نعتقد انه كل ما اريد من هذا الائتلاف هو هذا المؤتمر الذي انعقد اليوم وخلال ساعتين انتهى، ولن تكن له لقاءات قادمه الا اذا كانت على نفس هذه الشاكله. لا نتوقع منه اي عمل، كل ما اريد هو فقط اشهاره والقول بانه هناك قوى جنوبيه اخرى يمكنها الحديث باسم القضيه الجنوبيه في محاوله للالتفاف عنها، متناسين انه المجتمع الدولي لديه اذان ولديه عيون ويدرك حقيقه ما يدور في الشارع الجنوبي، والمجلس الانتقالي الجنوبي بالمطلق لا يشعر باي قلق ناحيه او اي قوى جنوبيه، ان كانت قوى تضاف الى 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 الشارع او النضال الجنوبي فاهلا بها، وان لم تكن فهي تأخير كانها ليست موجوده. شكرا لك استاذ منصور صالح، نائب رئيس الدائره الاعلامي في المجلس الانتقالي الجنوبي. اختم مع الدكتور صالح. دكتور صالح، في دقيقه، هل سيعمل على تعقيد المشهد اكثر في الجنوب هذا الائتلاف الوطني ام ربما حل حاله الوضع؟ بس اود ان اوضح للاخ منصور، انا قلت نحن لسنا عبيدا لاحد، وهذا وقرارنا في رؤوسنا، اما هو يفهم كيف ما يفهم. بالنسبه للائتلاف سيعمل على ان يكون الوضع افضل، سيتم استجباب الناس الى مشروع جاد ما يؤكد عليه العالم، وهذا المشروع يريده الشعب بكل تاكيد. طبعا سنشتغل بالادوات السياسيه، بالادوات المدنيه،
ليس لدينا من الشك ولا 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 ننزع هذا الموضوع. نحن سنعمل عمل سياسي وسيكون الشعب هو الحكم في اللحظة المناسبة. أشكرك جزيلا دكتور صالح الجبواني وزير النقل. يذكروا يضحكوا يعني بيننا الميدان، نحن الميدان عند الشعب. طيب شكرا جزيلا لك دكتور صالح الجبواني وزير النقل وعضو الائتلاف الوطني الجنوبي، مضطر لمقاطعتك وإنهاء هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل عبد الرقيب الأبارقي من بحث.